هنبدأ النهاردة من طنطا. امبارح كنا بنناقش انهيار السقف المعلق في مستشفى طنطا للصحة النفسية. النهاردة الجديد بقى انه في لجنة من وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية راحوا بيتفقدوا المكان، والمفاجأة ان في جزء من السقف وقع أثناء المعاينة. تعالوا نشوف مع بعض. طيب أشوف عادل درة، الأستاذ عادل مدير مكتب اليوم السابع بالغربية، ايه الجديد عندك في هذا الموضوع يا عادل؟ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يمكن النهارده كان فيه لجنه نزلت من وزاره الصحه، ولجنه من رئاسه الوزراء، ولجنه من الصحه النفسيه، الامانه العامه للصحه النفسيه بالقاهره. واثناء تفقدهم للمستشفى والعنبر اللي سقط بالامس، سقط عليهم جزء من السقف المعلق واصابهم بحاله من الفزع والخوف، وطلعوا بره وكانوا بيكتبوا تقرير. واثناء ذلك قرر المستشار علي رزق رئيس هيئه النيابه الاداريه تشكيل لجنه عاجله من النيابه بطنطا، باعتبار ان ما حدث بالامس واللي ما نشرته اليوم السابع ده بلاغ رسمي، وتحركت بناء عليه النيابه الاداريه. قرر المستشار منتصر عبد العال رئيس النيابه مدير النيابه الاداريه بطنطا تشكيل لجنه عاجله. توجه النهارده ثلاث رؤساء نيابه الى مستشفى الصحه النفسيه بطنطا، وقرروا اغلاق وتشميع المبنى وغلقه بالشمع الاحمر. يعني هم عادل، معلش انا اسف، يعني هم راحوا يعاينوا ام جزء برضو من السقف واقع على اللي بيعاين؟ يعني هو ده اللي حصل؟ حصل اصابات؟ لا ما حصلش اصابات، لكن اللي حصل ان الجزء اللي وقع على اللجنه الخاصه بوزاره الصحه ومجلس الوزراء ولجنه الصحه النفسيه. هو اساسا عشان بس نفكر اللي بيتابع يا عادل، احنا اساسا بنطرح تساؤلات كصحافه واعلام، ليه الموضوع ده متسلم من شهرين وتكلف ملايين؟ اعتقد وصلت لاربعه ونص مليون، ووقع مما يعني كده يوحي بان في شبهه اهمال او فساد، صح؟ هو فعلا هناك شبهه اهمال شديده جدا، ويمكن النيابه الاداريه فتحت تحقيق النهارده، تحقيق عاجل، وخدت ثلاث مهندسين من اللي كانوا مشرفين على العمليه، مهندس من الصحه النفسيه ومهندس من الامانه العامه ومهندس القائم بالمشروع، وخدت بطاقة الرقم القومي بتاعهم، وفتح التحقيق رسمي. وهناك اجراء رسمي تبين ان هم النيابه طلبت العقود والمواصفات الفنيه وكرسوا الشروط، وتبين ان المبنى كان يجب تسليمه في 2013، تم تاجيله حتى الان، وان المبنى كان تكلفته الاساسيه 3,300,000، والمقاول توقف نظرا لارتفاع الاسعار، وخد زياده 31% على قيمه المقايسه. ورغم ذلك تم صرف جميع مستحقاته باستثناء 1,200,000، الا انه لم يقوم باجراء الاعمال على حسب الاتفاق والشروط المنصوص عليها في العقود. وتبين ان ايضا ان هناك مشاكل كثيره جدا في المستشفى، حتى ان النيابه الاداريه طلعت وسطح المبنى وارادت اختباره، وقامت بسكب كميه كبيره جدا من المياه اعلى السقف باستخدام الجراكن، وتبين ان المياه سقطت اسفل العنبر. الناس راحوا فين يا عادل؟ المرضى؟ نعم. المرضى راحوا فين؟ المرضى تم نقلهم الى عنابر اخرى، في حين ان كان يجب عشان ابدا في عمليات الترميم، او الشركه اللي بتنفذ تقوم بعمليات الترميم، كان يجب نقلهم الى مستشفيات اخرى زي الخنكة، زي العباسيه، زي مستشفى اسكندريه، يعني هناك 18 مستشفى اخرى يجب نقل المرضى. لكن بالفعل كان بالامس حدث ان تم تسليم 5 مرضى لزويهم و2 سيدات ودون مناظره لحالتهم، وتم تسليمهم وتم نقل احدهم بسياره اسعاف الى قريته في قريه سجين، ودي كانت بتسبب كارثه، ويمكن ده مشكله كبيره جدا بدات النيابه ايضا تحقق فيها. يمكن النهارده اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه، يعني بيسلموهم لزويهم ازاي وهم في حاله بيحتاجين ان هم يبقوا موضوعين تحت المتابعه والرعايه الصحيه؟ يمكن اللي حدث فعلا بالامس هم سلموا 5 رجال لزويهم، والنهارده و2 سيدات، ودي سببت ازمه كبيره جدا. ويمكن النيابه الاداريه سالت ومديره المستشفى، قالت لهم احنا فعلا خرجنا عدد، وكان فيه عدد اخر كان سيتم اخراجه،
وده بالمخالفه، لان هؤلاء المرضى في حاله صحيه خطره جدا، لان هم مرضى نفسيين، منهم من يحاول يعني ظروفهم النفسيه صعبه للغايه، ولا يمكن طبعا ان يكون طبعا ان يتم تسليمهم. خليك معايا عادل بعد اذنك، خليك معايا بعد اذنك علشان في دلوقتي مداخله من المستشار احمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابه الاداريه، وربما لديه جديد فيما يتعلق بسير التحقيق. اهلا بيك سعاده المستشار، مساء الخير. حضرتك متابع الملف اكيد، يا ترى يعني تقدر تقول لنا ايه في هذا الملف؟ والله احنا متابعين الملف من امبارح، من ساعه الفيديوهات اللي تم تداولها على برامج مختلفه، منها برنامج حضرتك وخبر اللي قمت بذاته. واحنا امبارح على طول فتره تعليمات المستشار علي رزق بالانتقال فورا صباح اليوم، وانتقلت فعلا لجنه من اعضاء النيابه الاداريه باشراف الدكتور منتصر عبد العال، راحوا النهارده المستشفى وقاموا بالمعاينه على ارض الواقع للمخالفات اللي موجوده هناك، وعاينوا السقف اللي انهار، وجاري استكمال المعاينه حاليا يعني. وحاليا انا بتكلم مع حضرتك، هم جمل لغايه دلوقتي موجودين من الصبح لغايه دلوقتي في المستشفى بيستكملوا المعاينه عشان نحدد ايه اسباب الانهيار اللي حصل في السقف بتاع المستشفى وبقيه المخالفات اللي تكشف عنها التحقيق. طيب يعني طبعا من السابق لاوانه نقول يعني النتائج هتبقى شكلها ايه، لان انتوا اكيد بتحتاج تعمل شغلك وتعمل يعني التحقيقات والمعاينه والتحريات واخذ اقوال الشهود وكل هذا. اذا يعني ايه، نتابع مع بعض نشوف في الموضوع هينتهي لايه. متهيألي صح؟ طبعا هو زي ما حضرتك بتقول هي معاينه حاليا بتتم. فالسابق طبعا الكلام ان انا اتكلم عن نتيجه المعاينه يعني نحو رسمي. وطبعا لسه ما تم سماع اقوال الشهود، بقيه الشهود ما تم سماع اقوالهم، وما تمش مواجهه المخالفين بالتهم المنسوبه اليهم. وبالتالي يعني فكره ان احنا نحسم الجرم التاديبي مين المسؤول عنه، ومين اللي تسبب في انهيار السقف، ومين اللي تسبب في خروج المرضى بدون اتباع الاجراءات المتبعه، كل دي سبق الاوان ليها. وان شاء الله احنا كعهدنا مع البرنامج نتابع الملف مع حضرتك ونتابع اول باول بالنتائج اللي بتتم فيه. طيب ست مستشار احمد رزق، هو سؤال كده ربما يكون عندي انا فضول، انتوا بالنسبه لكم ما عندكوش مشكله ان انتوا تتنامى الى معلوماتكم ملفات عبر وسائل الاعلام، يعني سواء عبر وسائل الاعلام سواء عبر لجان متخصصه من الجهات الاداريه المعنيه، يعني شكاوى بلاغات، يعني مش بس الاعلام، ممكن السوشيال ميديا المواقع التواصل الاجتماعي، ما عندكش مشكله في انك تتلقى البلاغات دي عبر كل هذه الوسائط؟ يا فندم هو احنا بناء على تعليمات المستشار علي رزق ومن ساعه ما عليه تولى رئاسه الهيئه، واحنا ابتدينا نهتم اكثر بوسائل اكثر يعني تقدما واكثر متابعه للتكنولوجيا. ما بقيناش بنكتفي بفكره الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين غير استقبالنا ليهم في النيابات المتعدده في انحاء الجمهوريه. احنا بقينا دلوقتي بنتابع كمان السوشيال ميديا، مواقع فيسبوك وتويتر، بنتابع برامج التوك شو، بنتابع الصحف الورقيه والمواقع الاخباريه. ويمكن مع حضرتك نفسك احنا سبق ان احنا حصل تلقينا شكوى من البرنامج اللي كانت الدكتور اللي اتصور سيلفي في غرفه العمليات، وكان الخبر نزل على سيد بارود، وتواصلنا مع حضراتكم وانتهينا فيه بحاله المحاكمه زي ما حضرتك فاكر طبعا. فاحنا دلوقتي بنحاول يعني الى جانب اتاحه الباب لدائم للمواطنين بالتقدم بالشكاوى، يمكن بطرق متعدده ابسطها خط الساخن اللي هو 16117 بنستقبل فيه شكاوى المواطنين بالنسبه لوقائع الفساد في الجهاز الاداري. الى جانب كده احنا لا يعني حريصين كمان ان احنا نتابع البرامج الاخباريه والمواقع الاخباريه يعني بقدر الامكان، بنحاول نغطي كافه صور الفساد للتصدي ليها بما يحقق المصلحة الوطن ان شاء الله. مظبوط، المصلحه الحقيقه في الاخر المصلحه مشتركه، يعني عايز اقول كلنا عايزين نصلح المنظومه ويبقى في يعني الناس تبقى بتشتغل وهي عارفه ان هي مش بعيده عن مساله المحاسبه او المساءله، ومحدش بيشتغل في فراغ. احنا برضه يا فندم يعني نناشد الناس اكتر برضه، يعني تلاحظ خلال الفتره الاخرانيه ان الناس مهتمه اكتر بالسوشيال ميديا اكتر من انها تتخذ اجراء ايجابي. يعني الناس بقت مهتمه بفكره انها تشوف المخالفه فتصورها وتحطها على الفيسبوك او تشيرها على صفحه معينه اكثر من هي مهتمه انها تاخد اجراء قانوني. يعني الجهات القانونيه المتعدده في مصر في مكافحه الفساد وفي غيرها يعني اولى ان انا بدل ما احط الصوره على مثلا على الصفحه على الفيس
وبالتالي تبقى بالنسبه لي بعد كده انا كجهه تحقيق الصوره مجهوله، انا مش عارف مين اللي صورها ولا وقت تصويرها امتى ولا ايه شهادته عن الواقعه. يعني انا بنشد الناس ان هي تحركها يكون ايجابي اكتر بالتواصل على الاقل مع النيابه الاداريه من خلال الخط الساخن، واحنا يعني ما بندخرش اي جهد في تحقيق اي واقعه فيها فساد. تمام تمام، وهو ده ميزه التواصل بتاع الاعلام مع الجهات الرسميه وجهات التحقيق، وان شاء الله يعني ايه الكل يعمل شغله. بشكرك جدا على مداخله حضرتك. ده كان المستشار احمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابه الاداريه. من السابق لاوانه نعرف النتيجه ايه، انما ما فيش شك ان في يعني جهود مبذوله للوقوف على الحقيقه. السقف ده وقع بعد ما المستشفى يعني استلمته من المقاول من حوالي شهرين او شهرين ونص، وفي ملايين كبيره جدا اتدفعت. ايه السبب؟ ويا ترى ازاي الناس راحت تعاين النهارده بناء على ورود هذه المعلومات، الكارثه او المشكله اللي حصلت، يعني المستشفى يجوز المبنى اصبح لا يصلح بعد وقوع السقف، اللجنه وقع عليها السقف او وقع عليها جزء من سقف، فالمشكله اتجسدت اكتر. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه التحقيقات وايه الاجراءات اللي هتتخذ. ولمزيد من الحوار حول هذا الملف معايا وكيل وزاره الصحه بالغربيه الدكتور محمد شرشر. اهلا بيك يا دكتور، وحضرتك يعني بنشكرك على الايجابيه والمشاركه لانك كنت معانا امبارح برضه. دكتور محمد مساء الخير. طيب دكتور محمد ممكن يكون في مشكله في الاتصال، هنحاول نتصل بيه في وقت لاحق ونشوف عنده الوضع يعني ايه. طيب ارجع لعادل دره مدير مكتب اليوم السابع في الغربيه. اسالك يا عادل بعد اذنك، هل في تحقيق في النيابة العامة يعني بموازاة التحقيق اللي بتجريه النيابة الإدارية؟ يمكن منذ قليل كان في اتصال مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وأكد على أنه سيقوم بإحالة جميع المسؤولين وجميع المسؤولين عن هذا الملف بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، خاصة وأن الموضوع ده مش وليد النهاردة، ده يمكن ده للمرة الثانية يحدث فيه أعمال ترميم بالمستشفى من 2002 وحتى الآن، وتكلفت أكثر من 9 مليون جنيه. يمكن النهاردة أيضا كان فيه فريق من الرقابة الإدارية توجه إلى المستشفى وأجرى تحقيقات موسعة واطلع على كافة المستندات والعقود والممارسات بتاع الملف، واطلع عليها اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، واعتقد ان في تطورات كثيره جدا في الموقف. ويمكن احد المصادر القضائيه اكدت ليا النهارده ان سيتم في اجراء قانوني عاجل سيتم اتخاذه فور انتهاء لجنه التحقيق من النيابه الاداريه، سواء بالايقاف او بالقطع عن العمل او الاحاله الى المحكمه التاديبيه او اتخاذ اجراءات قانونيه ضد المتسببين في هذه الكارثه. طيب التي شهدتها واكيد لما يتوفر لديك اي معلومات جديده هنبقى على اتصال لموافاتنا بكل هذه التطورات. خليك معايا يا عادل بعد اذنك، استعملنا النهارده شويه تعبناك معانا، بس رجع الاتصال مره اخرى مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزاره الصحه بالغربيه. مساء الخير يا دكتور، وبشكرك على المشاركه والايجابيه، كنت معانا امبارح والنهارده بنستكمل هذا الملف. مساء الخير. اهلا مساء الخير يا معتز بيه، احنا اللي بنشكر حضرتك، وانا دايما بنقول كده هو دور الاعلام فعلا بيظهر لنا لو في اي حاجه بيظهرها، ده دور ايجابي معانا عشان لو في اي حاجه ممكن تتصلح بتتصلح. طب النهارده طب احنا الحقيقه لا شكر على واجب، طبعا بنعمل شغلنا، انما كنت عايز اعرف باعتبارك وكيل لوزاره الصحه بالغربيه، كنت عايز اعرف تعقيب من حضرتك على المفاجاه اللي حصلت النهارده لما انا كنت معاهم، انا كنت موجود يا فندم معاهم النهارده في المستشفى. يعني احنا كان عندنا اجتماع مجلس تنفيذي في المحافظه، والمحافظ استأذنت منه وقال لي روح شوف اللجنه، كنت معاهم النهارده وقعدت معاهم اكتر من ساعه ونص ساعتين. كان في لجنه من النيابه الاداريه، والرقابه الاداريه، كان في ناس موجوده الرقابه بالاضافه للجنه اللي بعتها معالي الوزير.
اللي هي الامانه العامه للصحه النفسيه مع مجلس الوزراء مع المكتب الاستشاري. يا فندم الوضع ده هيعملوا تقارير عن، طبعا فحصوا المكان من فوق ومن تحت وشافوا المكان بالكامل، هيتعمل تقرير في لجنه، شافوا طبعا اللجنه اللي استلمت مين وخدوا كشوف بالكلام ده، اللجنه اللي استلمت الكلام ابتدائي، شافوا رجعوا الاوراق كلها، الكلام ده كله طبعا هيبقى محل التحقيقات. وانا سمعت حضرتك دلوقتي هو الموضوع ممكن يصعد بعد كده، واحتمال طبعا يصعد للنيابه العامه عن طريق النيابه الاداريه او عن طريق معالي المحافظ او معالي الوزير او الرقابه الاداريه نفسها تحول. دكتور محمد، على كل حال زي ما بيقولوا ان غدا لناظره قريب، فاحنا هنتابع طبعا. دكتور محمد، باعتبار حضرتك رجل مسؤول في وزاره الصحه، في بس موضوع يعني مش مبسوط منه لسبب، لان في معلومه انه يعني احنا بنتكلم على المواطن، صح؟ تمام، صح يا فندم. تمام، المواطن اللي هو مريض الصحه النفسيه اللي كان نزيل هذه المؤسسه. النهارده بعد حدوث هذه الكارثه، الناس دي المعلومات اللي عرفتها من الاستاذ عادل دره من شويه انه في ناس اتسلمت لذويهم وناس تانية مش لاقي مكان تروح، ودي طبعا ناس مرضى. انا سمعت اخبار حضرتك، طبعا كلام حضرتك يعني هقول مظبوط، انما احنا موجودين معاهم يا فندم، انا موجود ال 24 ساعه موجودين، لو في اي مريض محتاج يرجع يخش هدخله. انا دخلت قبل كده العديد من المرضى المستشفيات النفسيه، المستشفى النفسيه دي، ولسه اول امس مدخل مريض المستشفى اللي تبع الجامعه. اي مريض محتاج يخش الحقيقه المستشفى بيستجيبه وبيدخلوا المريض. انا موجود يا فندم، مكتبي مفتوح يعني، موجود طول الوقت، لو اي مريض اهله محتاجين ان هو يرجع يخش طبعا هيدخل فورا، مش محتاج الكلام، وحضرتك عندك حق في كده. بس لازم يا دكتور محمد، يعني مع احترامي اللي حضرتك بتقوله، لازم يبقى عندكم كشف بالناس اللي خرجت، مش اهله يجي يتحايلوا على الدوله ولا على الحكومه يقولوا والنبي شوفوا لنا حته حطونا فيها، لان الكلام ده اذا هنا المعادله تبقى معكوسه، مش مقبول. بص يا معتز بيه، من المنطقي ومن الطبيعي ان ما يخرجش مريض محتاج ان يقعد في المستشفى. الوحيد اللي يقدر يقول المريض ده يقعد او يمشي الطبيب المعالج، ليس انا، ليس مدير المستشفى، واخد بال حضرتك؟ فهم خرجوهم قد يكون عندهم اسباب. لا معلش يا دكتور، انا مبسوط قوي من المنطق بتاع حضرتك، كويس؟ انما طالما بنتكلم بالمنطق، هما ده كان موجود، هو مريض نفسي، هو ده مش رايح بيعمل عمليه زايده ولا بيشيل خراج ولا مش عارف رجله مكسوره، ده مريض نفسي، اذا ده محتاج يودع في مؤسسه للرعايه النفسيه. النهارده انت عشان ظروف خارجه عن اراده هذا المريض، المريض ملوش دعوه، المريض حصل فساد، السقف وقع، هو ملوش في الكلام ده، فلازم توفروا له بدايل ولا ايه؟ معاك يا فندم، مظبوط. انا هقول لحضرتك معلومه قد تكون غايبه عن حضرتك على اساس انها في المجال الطبي، يعني مريض الامراض النفسيه ما بقاش زي زمان يستنيه قاعد في المستشفى فور ايفر او لغايه ما يموت او واخد بال حضرتك، لا، بيقعد فترات وبعدين يرجع يطلع يقعد يعيش مع اهله ويرجع تاني للمستشفى. طب ده كلام جميل جدا، طبعا المريض النفسي مش هيقعد لغايه لما يموت، بس سؤالي لحضرتك، هل كل الناس اللي خرجت من المستشفى كنت ضامن ان هم خلاص وصلوا الى مرحله من التعافي ومن الشفاء، انه مش محتاج يبقى نزيل هذه المؤسسه خالص، ولا في ناس موجوده خرجت مجبره غصب عنها علشان السقف وقع فوق دماغهم؟ متفق مع حضرتك تماما يا فندم، عشان كده انا بقول لحضرتك انا موجود ل 24 ساعه، اي حد من ذوي او اهل المرضى دول اللي هم خرجوا انا موجود وتليفوني معروف. ربنا يخليك لنا يا دكتور محمد، ربنا يخليك لنا. والله يا فندم يعني انا في اي وقت احنا بنستجيب، وان شاء الله انا موجود اي ان شاء الله احتياج للعرض على المستشفى. طيب، احنا بنعرضه على طول على الخط. خلاص، اذا انا بشكرك جدا طبعا دكتور محمد شرشر وكيل وزاره الصحه بالغربيه. كل اهالي المرضى اللي ارغموا على ترك المؤسسه وراحوا بيوتهم او معرفش راحوا فين، دكتور محمد شرشر بيعرض عليهم ان هو يتابع حالتهم بنفسه، طبعا هو فين بقى وتليفوناته ايه ووسيله الاتصال بتاعته ايه، مكتبه معروف، هو وكيل وزاره الصحه بالغربيه،
وكل الناس عارفه مكانه فين، اكيد اهالي المرضى عارفين الراجل ده ممكن الوصول له ازاي. ربنا معاكم ومعانا جميعا، ويتوب علينا من الفساد ومن من السقف اللي بيقع على دماغنا ودماغنا وخلاص.